بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية هذه الليلة العزيزة على قلوبنا، وهي مولد الإمام الحجة ابن الحسن الإمام المهدي سلام الله عليه، أجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه المناسبة التي نعتز بها كثيرا، هذه المناسبة التي نفرح بها، هذه المناسبة التي تجسد معنى الحب الحقيقي لإمامنا، هذا الإمام المنتظر والذي نعشقه حتى الكمال، هذا الإمام الذي نتغنى به طوال حياتنا، ونتمنى أن يرزقنا الله أن نكون من أنصاره. هذه المناسبة ونحن في قرية النويدرات نشاركهم هذا الحفل المميز، هذا الحفل الذي قام الشباب فيه بصنع كيكة أو كعكة من الحجم الكبير جدا ليشاركون الأفراح في هذه المناسبة. نحن من كعبة شهداء حضرنا لهذا اليوم لنشارك أحبتنا في هذه القرية. هذا المكان أو في هذه المناسبة في كل عام كان يشارك الرمز الكبير الأستاذ عبد الوهاب حسين بمعية أصدقائه أو بمعية من هم في القراء يشاركون معه، الشيخ المختار والأستاذ حسن مشيمة. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون العام القادم إلا وهم موجودين معنا ويشاركون معنا هذه الأفراح. نحن جئنا اليوم لنتبارك بهذه المناسبة ونبارك لأهل الويدرات هذه الفعالية الكبرى التي يقيمونها في كل عام. شكرا لكم أيها الأحبة، شكرا لكم من الأعماق، والنصر القادم بإذن الله تعالى. شكرا.